بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء أفغانستان في سنة 1740، وكان في طفوليته يمتلئ من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما فكان أسرع من خطر قليل، وتفقى بأبي الوفاني بن يقين وأبي الخطاب الكرمذاني مفقود بن أحمد الجدير وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم ممن تنس لدي الرئيس الغلوم يتجلى. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي واقتبس منه أي اقتباس، وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ بالخير حماد بن مسلم الدباس، ولبس بيد القاضي أبي سعيد المبارك الهرقة الشريفة الصوفية، وتأدب بآدابه الوفية، ولم يزل ملهوطا بالعناية الربانية عالجه في معارج الكمالات بهمته الأبية، آخلا نفسه بالجد مشمرا سائد الاجتهاد بذل معدود في الإسعاد وإسعاد، حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في سهراء العراق وخرابات لا يعرف الناس ولا يعرفون فيعدلونه عن أمره ويصرفون. وقاس في بداية أمر الأخطار فما ترك هولا إلا ركبه وقفر منه الكفار، وكان لمسروق جبة صوف وعلى رأسه أريق يمشي هافيه في الشوك والوعير لعدم اجتهاده عليه يمشي فيها، ويقتات ثمر الأشجار وكمامة البقر كرمة وورق الهشيش بعشاق النار، ولا ينام خالقا ولا يشرب الماء، وبقي مدة لم يقل فيها طعاما، فلقيه إرسال فأعطاه سرة دراهم إكراما، فأخذ ببعدها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليقول وإذا برمة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عباد يستعينوا بهذا الطاعات، وأما الأقوياء فما هم الشهوات فتركها وأخذ المنديل وترك ما كان فيه، وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها